السلام، تحية ودادية وتحية جمال وداديين. بون، بالنسبة للهزيمة في الديربي، فارم بالمعطيات وبالإكراهات اللي كاينة، توقف البطولة ممكن، بزاف ديال المسائل دخلت في هاد الهزيمة. دونك بحال مقابلة الرجاء كتقول لينا، ولو أن تكون مقابلة ماشي غير مقابلة الديربي، أي فريق كيقولون بأن ماشي إلى قطعتي العصبة نشفوا الألقاب، هذه العبارة. فالعصبة احنا بغينا تذكرة مرور ألقاب أخرى، ماشي أنها تنعسنا، بالعكس تفيقنا. فهذا درس، فنتمنى أن الوالد والكتيبة الحمراء تدارك الموقف وتلعب على الشامبيونة والاستحقاقات القادمة، من السوبر، من كأس العرش، من كأس العالم، من الأندية يتوسع ولا بمثابة إنذار وبمثابة يعني أننا خصنا نفيقوا، نلعبوا على تيترات. وبون كوراج الوداد، ونحن قادمون إلى باقي الألقاب.